أهلا بكم إلى عين على الإمارات، حلقة جديدة معي أنا رشا عبد الهادي. في البداية نعرض لأهم ما جاء فيها من عناوين. الإمارات تحدد هدفا لمساهمة اقتصاد المعرفة بنسبة 5% الناتج المحلي بحلول 2021. مؤتمر الجمارك العالمي يبحث في دبي تطبيقات الأنظمة الجمركية الحديثة وأثرها على تطور اقتصاديات الدول. وإمارة أبوظبي تستعد لإطلاق سوق أبوظبي العالمي ليكمل عمل الأسواق المحلية والعالمية من خلال تغطية الثغرات الزمنية. أهلا بكم من جديد. قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن الإمارات حددت هدفا أن يساهم المعرفة بنسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2021. وأضاف المنصوري على هامش الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادي الذي عقد في دبي إن اعتماد دول الخليج على سلعة رئيسية وهي النفط يشكل تحديا لا بد من مواجهته عن طريق تنويع مصادر الدخل، ومنها التركيز على اهتمام المعرفة. وبحث الملتقى دور الأطر التشريعية والمؤسسية في تطوير اقتصاد المعرفة إضافة إلى مناهج التربية والتعليم في الدول العربية. وحققت الإمارات المرتبة 42 عالميا والأولى عربيا في اقتصاد المعرفة. أعتقد اليوم هو القضية هذه ليست قضية مرتبطة بدولة الإمارات، بناء على يمكن المذكرة التي رفعت إلى مجلس إلى لجنة الوزارية لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين، أصبحت القضية قضية أيضا خليجية من ناحية أهمية أن يكون هناك استراتيجية مشتركة لدول الخليج ومن ضمن دولة الإمارات تتبنى اقتصاد المعرفة ومساهمته في الناتج الوطني، خاصة أن الكثير من دولنا اليوم تعتمد على سلعة معينة وهي النفط كمصدر رئيسي للناتج الوطني، وبالتالي لابد أن تكون هناك منظومة متكاملة في كيفية بناء اقتصاد معرفي لدولنا ومن ضمنها دولة الإمارات. دولة الإمارات يمكن أخذت الريادة في هذا الموضوع. اليوم حسب تقرير تنافسية لمؤشر التنافسية للبنك الدولي، الإمارات احتلت المركز رقم 42، هي الدولة الوحيدة على هذا المستوى، هذا للعام 2012. طبعا نحن طبعا غير راضين عن هذا، صحيح أنه مركز نوعا ما متقدم، هدفنا أن نكون إن شاء الله في مصافي الدول في الدول العشر الأولى، ولكن هذه قضية ستأخذ وقت، هناك بعض المتطلبات المفروض أن نلتزم فيها في تطوير هذه المنظومة نحن ودول الخليج الأخرى أيضا. فالنقطة الرئيسية طبعا ركز عليها في قضية اقتصاد المعرفة هو أن يكون جزء من الناتج الوطني لدولة الإمارات يمثل 5% على العام 2021 إن شاء الله، هذا هو الموجود عندنا، ولكن نتمنى إن شاء الله أن نكون الرقم هذا أفضل من 5%، هذا تطلعاتنا إن شاء الله. يدرس المصرف المركزي الإماراتي إمكانية تطبيق نسبة تغطية السيولة وفقا لإطار السيولة الجديد والمتوافق مع معايير مقررات بازل 3 المتعلقة بكفاية رأس المال على المصارف العاملة بالدولة في وقت مبكر، وذلك بفرض نسبة 50% كحد أدنى لنسبة تغطية السيولة ابتداء من 2014. وأشار المركزي الإماراتي إلى أنه سيتم التحرك بموجب الإطار الزمني لبازل 3 اعتبارا من 2015 والسنوات التالية، حيث تهدف هذه المعايير الجديدة إلى تعزيز صلابة المصارف من خلال رفع الحد الأدنى لاحتياطاتها لجعلها قادرة على مواجهة أي أزمات مالية وتجنب تكرار الآثار السلبية التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008. من المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات في مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الصيف الحالي بين شهري مايو وأغسطس إلى 1065 رحلة أسبوعيا، وذلك بزيادة 15% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وارتفع عدد المقاعد المتاحة أسبوعيا ليصل إلى نحو 32 ألف مقعد بزيادة 11%. ويتعامل مطار أبوظبي في الوقت الحالي مع أكثر من 50 شركة طيران دولية تربط العاصمة مع 93 وجهة في أكثر من 49 دولة حول العالم. وبحسب بيانات شركة أبوظبي للمطارات، ارتفع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي العام الماضي إلى 14,700,000 مسافر بنمو نسبته 18.9% مقارنة بعام 2011.
استعرضت دبي تجربتها وتطبيقات أنظمتها الجمركية الحديثة خلال مؤتمر الجمارك العالمي الذي انطلق في الإمارة، وساهمت هذه التطبيقات ومنها محرك المخاطر بزيادة المضبوطات من البضائع المحظورة بنسبة 323%، كما أثرت إيجابا على حجم التجارة الخارجية للإمارة إذ وصلت إلى 1,235,000,000,000 درهم في 2012، وذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47%. التقرير التالي والتفاصيل. لم يعد مفهوم العمل الجمركي محصورا بالحد من التجارة غير المشروعة وصد الأخطار الخارجية التي تشكل تهديدا اقتصاديا، بل أصبحت أداة فاعلة تساهم بزيادة تنمية الجمارك، فخاصة دبي لمؤتمر ومعرض منظمة الجمارك. اليوم الجمارك لها دور كبير، إما أن تعقد و حركة وعمليات التعقيدات وإلى آخره، أو أنها مشروعة وتكون تضرب في حركة التجارة. ويبحث مؤتمر الجمارك العالمي أحدث أساليب وتقنيات إدارة الأنشطة التجارية والجمركية والحدودية، ويستعرض التحديثات المستمرة لمختلف التقنيات والأنظمة والتطبيقات. وتقدم دبي تجربتها من خلال استعراض نظام محرك المخاطر الذي ساهم إلى حد كبير في نقل العمل الجمركي إلى مرحلة متقدمة. النظام هذا يقوم بتحليل المعلومات المقدمة من قبل الشركات، يتم تحليل المعلومات بناء على معطيات تضعها الجمارك، معطيات أمنية، معطيات اقتصادية. وبعد تحليل المعلومات هذه النظام يقرر هل البضاعة ايش عندنا نحن، ينقسم الى حديثة من البضائع التي 30 المنشأ بنسبة 283%، التجارة الخارجية لإمارة دبي إلى 1,200,000,000 درهم في 2012 نتيجة لزيادة 100%، والواردات بنسبة 12%، قدرت إعادة التصدير بواقع 5%. تباين الأنظمة والمعايير الجمركية من أبرز التحديات التي تواجه التجارة ليس في دول المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم، وإيجاد سياسات مشتركة وموحدة يعتبر ضرورة اقتصادية في ظل التطورات التي تعيشها المنطقة. رياض السعدي، CNBC عربية، دبي. بعد فاصل قصير نتابع عين على الإمارات وفيها: سوق أبو ظبي العالمي مشروع جديد يكمل عمل الأسواق المحلية والعالمية.